مرحبا أعزائي، وياكم عمار ليجاتو. بدرس اليوم اللي هو الأول من نوعه راح نتكلم عن كاميرات النيكون، لأن كثير منكم بالكومنتات كانوا يسألوني نيكون اشرح عن نيكون، فجبت لكم النيكون D750 اللي هي كاميرا وحش من نيكون ومواصفاتها جدا ممتازة. خلينا نشوف بدرس اليوم شنو أهم مواصفاتها، خلوكم ويانا. مرحبا بكم أعزائي مرة ثانية. مثل ما نشوف اليوم الموديل اللي عندنا هو نيكون D750، لأنه كثير من الناس كانت دائما تسألني ليش ما تسوي درس عن نيكون، وجبت لكم النيكون حسب طلباتكم. فدرس اليوم راح يكون للتطرق لمواصفات النيكون D750 اللي تعتبر هي جبارة وجدا ممتازة للمحترفين إذا كانوا يفضلون الفول فريم. طبعا هذه الكاميرا ابدا مو للمبتدئين، يعني ما انصحك تبدي بها لان جدا صعبه ومعقده، مثل ما تنشوف كميه التعقيد والازرار اللي موجوده بها امامنا، فاكيد كبدايه هذه راح تكون صعبه عليك فما انصحك تستخدمها. فالدرس اليوم بس راح نتطرق لمواصفات الكاميرا فقط. راح نعمل درس ثاني نتطرق به لوظائف الازرار وكيفيه التغيير والتعامل معها، بس قبل كل شيء لازم نتعرف على مواصفات الكاميرا. فطبعا الكاميرا هي نيكون D750 اللي هي فول فريم، لانه هنا مكتوب FX مثل ما نشوف، اوكي معناها فول فريم. الكاميرا كذلك مزودة بحساس 24.3 ميجا بكسل. طبعا كمان هذه الكاميرا سعرها $1800 بدون عدسة، اللي هي غالي نوعا ما. كبداية ما انصحك تشتريها لانه سعرها جدا غالي، فقط اذا كنت محترف خذها ب $1800 او بدك اياها مع عدسه راح تكلفك تقريبا $2300 حسب تاريخ اليوم اللي هو 10 اكتوبر 2017. كذلك من المواصفات الجميله بالكاميرا لانها من الفئه الاحترافيه، خلو بها مواصفات جدا جميله، انه هي تستقبل كروت MMC اللي هي الاعتياديه، اللي هي الاس دي كارد او الاس دي اتش سي او الاس دي اكس سي، وكذلك راح تستقبل 2 ميموري كارد. اوكي، فهنا عندك رقم 1 وهنا عندك رقم 2، فانت بكيفك كم يعني تدخلي ميموري كاردات 2 تدخلي بس 1 حسب الرغبة. بس هي هاي المواصفة جدا ممتازة. ليش؟ راح تمكنك هذا الميموري كاردات 2 انه راح يكون عندك خزن اضافي، مثلا عندي هنا 32 جيجا بالاضافة الى 32 جيجا ثانية. كذلك مواصفة ثانية انه تخلي واحد يستقبل الصور الرو الخام والثاني يستقبل الصور الجي بيج او المضغوطة. كذلك مواصفة ثانية او اختيار ثاني انه لما ينملي هذا الاول بيبدي يعني يحول الصور على الثاني، او اذا تريد تعمل نفس الصور تنزل على الميموري كارتين بنفس الوقت حتى يكون عندك باك اب او نسخة احتياطية في حال اذا فشل عندك احد الميموري كاردات. طبعا هذه المواصفات هي جميلة من نيكون انه دائما يخلون مواصفات جدا ممتازة وتفيد المستخدم، لكن قسم من الناس يعتقدون انه هي معقدة. إذا كنت ما تحب التعقيد وتحب شيء بسيط وما تحتاج ميموري كارد أو دبل ميموري كارد كحماية أو كباك اب، استعمل نيكون. سوري يعني الموديلات الأبسط، يعني كانون أو نيكون الموديلات الرخيصة. كذلك الشاشة اللي معاها هي 3.2 إنش مثل ما نشوف، كذلك متحركة. أوكي، لكن هي متحركة فقط للأعلى وللأسفل، وليس مثل موديلات الكانون أو قسم من النيكون إنه الشاشة متحركة للخارج اللي راح تمكنك كذلك تصور نفسك إذا كنت فلوجر. فالشاشة اللي هنا بس راح تمكنك إنه تصور بمكانات منخفضة وتستعمل الكاميرا بهذا الشكل، وكذلك تصور بمكانات عالية وتوجه الشاشة للأسفل. هذا الفيو فايندر اللي هنا كي التغطية مالته تقريبا 100%، يعني راح يغطي لك كل الإطار اللي راح تشوفه بالصورة. وكذلك هو نوعية بنتا بريزم، يعني موشور وليس مرآة، يعني موشور راح يعطيك صور أوضح أو إضاءة أكثر راح تشوف أثناء التقاط الصورة، يفيدك بالمناطق المظلمة. الكاميرا راح تلتقط 6 لقطات بالثانية أو 6 FPS اللي كذلك 6 فريم بير سكند، اللي هي نوعا ما جيدة. كذلك تحتوي على 51 نقاط أوتوفوكس، أوكي؟ بس من ضمنها 15 نقطة كروز أوتوفوكس. هذه النقاط راح أشرح لكم إياها بدرس ثاني بالتفصيل، بس المهم إنه نقاط الكاميرا جدا ممتازة اللي هي 51 واللي هي تفيدك بكل مكان. كذلك نوع الأوتوفوكس بالكاميرا هو كونتراست، وليس مثل الكانون يستعملون غير شيء اللي هو الفيس ديتكشن، لكن بالنيكون يستخدمون الكونتراست ديتكشن. وزنها 850 غرام
تقريبا. كذلك تقوم بتصوير فيديو بوضوح 1920x1080 اللي هو Full HD لكنه ليس 4K، يعني الكاميرا هاي ما تصور 4K. كذلك الفول HD الفيلم اللي راح تصوره تقدر تصوره ب60 إطار بالثانية أو 50 إطار بالثانية أو 30 أو 25 أو 24 حسب رغبتك. لازم تكون عندك معلومات كافية عن التصوير السينمائي أو تصوير الفيديو حتى تعرف يا فريم راح تحتاج. كذلك الكاميرا مزودة بواي فاي اللي راح تمكنك من تربطها مع جهاز موبايل أو كمبيوتر أو شبكة أو أي شيء اللي راح يساعدك بعمل الشير. مثل ما نشوف إنه الكاميرا بيها الكثير من الأزرار، أكثر من 20 زر تقريبا، اللي هي مقارنة بالكانون أكيد أكثر منها. مثلا هذا الموديل راح يعطيك جودة جدا ممتازة بتصوير الظلام، بأي تصوير راح يعطيك جودة جدا ممتازة، لكن تذكر هذه الكاميرا مو للمبتدئين لأنه غالية وكذلك معقدة. يعني أنت إذا اشتريت الكاميرا أول مرة وما عندك أي معلومات عن السيتينجز أو كيفية تغيير الإعدادات وليش تغير الشتر وليش تغير الآيسو أو فتحة العدسة، هذه الأزرار راح تكون صعبة عليك. لكنك إذا كنت محترف أكيد راح هذه الأزرار تخدمك. هذا كل تحتاج تعرفه عن المواصفات الأساسية للكاميرا. إذا تحب نشوف درس الثاني اللي هو راح نتطرق به على الأزرار وكيفية تغيير كل شيء، خليك ويانا وأكيد راح ينزل درس جديد عن الأزرار للنيكون دي 750 وكيفية التصوير. أتمنى أعجبكم الدرس، ولا تنسى تضغط لايك للدرس إذا عجبك أو ديسلايك إذا ما عجبك، وإلى اللقاء.